غرساني حرام اكله دلوقتي. الله اعلم بصراحة. انا هوقف لايف ارجع اتخبى. المهم ما حدا فاهم شو صار ابدا. وصلنا اتخبينا بمحل هذا ظهرين زين اتخبى. هوقف اللايف. يمكن والله اعلم انا مصور لحظة الانفجار. اذا كانت معي نزلها على فيسبوك او السوشيال ميديا اذا دقينا. والله سلمنا ان شاء الله. ادعولنا بالسلامة وادعولنا نقدر نوصل على صيدا على بيتنا وخير السلامة. الله اعلم شو صار. يلا معك الله اعلم. شايفين دمار كل واجهات المحلات كسرت.